صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 57 لسنة 2018 بتعيين أمين عام لمجلس النواب، ومرسوم رقم 58 لسنة 2018 بتعيين أمين عام لمجلس الشورى. جاء في المادة الأولى من المرسوم رقم 57 أنه يعين السيد راشد محمد بونجمة أمينا عاما لمجلس النواب في درجة وكيل وزارة، وجاء في المادة الأولى من المرسوم رقم 58 أنه يعين السيد أسامة أحمد خلف العصفور أميناً عاماً لمجلس الشورى في درجة وكيل وزارة.